هو مقتبس عن النموذج الإسباني من حيث التصميم، إنه حوض أسماك مدينة الدار البيضاء الذي قدمت اليوم دراسته النهائية. المشروع أشرف عليه فريق متخصص قادم من فالنسيا، حيث راعى المهندسون في تصميمه الطابع المغربي الذي لا يخرجه عن محيطه الأطلسي. رعينا كل التفاصيل الدقيقة المكونة للمحيط المغربي، بما في ذلك الأنشطة التي تتميز بها المدينة، وقمنا بمزج كل هذه الأنشطة لنقدم حوض أسماك يعكس صورة المغرب وإفريقيا عموما. على مساحة تقدر ب 15,000 متر مربع سيقام أكواريوم الدار البيضاء بتقنيات عالية وفق المعايير الدولية لأحواض الأسماك من الجيل الرابع. قبل البدء في إنجاز المشروع، قام فريق مغربي بزيارة عدد من أحواض الأسماك في العالم، إلى أن وجدوا أن النموذج الفالنسي الذي يعتبر ثاني حوض في العالم هو الأمثل. الشهر المقبل غادي يكون طلب عروض على المستوى الدولي اللي غادي إن شاء الله نديروه، باش نشوفوا يعني مستثمرين اللي غادي يساعدونا وغادي تعاونوا معنا في هذا المشروع. غير في المالي إجمالي 150 مليون درهم غادي يمكن يجلب حتى 600 ألف زائر سنويا. طبعا حوض من هذا الحجم اللي غادي يكون من أكبر الأحواض اللي موجودة في العالم بالتكنولوجيات الجديدة، غادي يساهم في تنشيط هذا الساحل الأطلنطيكي ديال مدينة الدار البيضاء. على هذا النحو سيكون شكل حوض أسماك الدار البيضاء في انتظار أن يفتح أبوابه في وجه زواره بداية سنة 2017.